بالنسبة لوزير المالية، أولا هو وضع التوقعات الزمنية القادمة ل10 سنوات القادمة بالنسبة لدور النفط العالمي وقضية استهلاكه وتأثيره على الأسعار، ويتنبأ بأن هنالك انخفاض كبير في الأسعار، فده يعطي مؤشر يعني للمخاطر، يعني كانه بده يعطي وورنينج للمستقبل انه لا تعتمدون على النفط بشكل كبير جدا كما هو الان. هذا اولا. اما ما قدم الان وقدم حلول كثيره، وهو هنالك ترهل وظيفي كبير جدا، واعطى مقارنه ما بين الوزارتين الماليه في الامارات وفي العراق. واحنا ذكرناها بشكل كبير جدا انه العراق مشكلته الاساسيه، واعطى دور للتخصيصات التقاعد وكم تكلف الخزينة هذه التخصيصات من التقاعد الكبير، وأعطاها نسبة بحدود أكثر من 17 مليار دولار تأخذ من الموازنة فقط للتقاعد ليس رواتب الموظفين، وهذه سوف تشكل خلال سنتين القادمة تصل إلى 20 مليار. هذه مشكلة كبيرة، ده يضع الضغوط الكبيرة على الموازنة القادمة، وأن المورد الأساسي للعراق هو المورد النفطي، وأعطى كم تكلف القطاع الكهربائي بالنسبة لكلفة الدولة وكم تؤدي إلى إيرادات الدولة بشكل نسبة لا تتجاوز 3%، وهي نسبة قليلة جدا. وبنفس الوقت أيضا أعطى دور للقطاعات الأخرى التي لا تشكل إلا عبء على الحكومة العراقية، وهنالك تضخم في الإنفاق. هو وضع، وأيضا تطرق إلى السياسة النقدية ووضع البنوك ودورها يعني الذي يعاني من مشاكل كبيرة جدا. الحقيقة أنا وجدت الآن، أنا زرت العراق زيارة بسيطة ويعني جيت امبارح، الحقيقة لم أجد للأسف الشديد لم أجد منظومة دولة، وإنما وجدت عبارة عن مجتمع لديه موارد نفطية يأخذ هذا الدخل وينفق على الاستهلاك، والاستهلاك يأتي من الخارج، ولا توجد هنالك مؤسسات أو كيان هيكلية دولة عراقية للبناء.